أسعد الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين والمتابعين والمشتركين في قناتي على اليوتيوب الحقائق بالوثائق. حلقتنا لهذا اليوم عن سيدتان عراقيتان أصيلتان نخلتان عراقيتان باسقتان عانتا لأكثر من سنتين في سجون الاحتلال الأمريكي بالعراق في كامب جروفر. إنهما العالمة الجليلة الدكتورة هدى صالح مهدي عماش والعالمة الفاضلة رحاب طه. مواقف كثيرة حصلت في كامب جروفر لهاتين السيدتين الفاضلتين. طبعا كمقدمة لمحة سريعة عن كل واحدة منهن، الدكتورة هدى صالح مهدي عماش ابنة السياسي العراقي الذي كان وزيرا للدفاع في عام 63 ثم في عام 68 وزيرا للداخلية ونائبا لرئيس الوزراء وسفيرا في الاتحاد السوفيتي السابق. تخرجت من كلية العلوم في جامعة بغداد باختصاص الأحياء المجهرية، ثم حصلت على شهادة الماجستير من في الجينات الجرثومية من جامعة ميسوري تكساس عفوا. أما دكتوراه يعني حصلت عليها من جامعة ميسوري، متزوجة من الدكتور أحمد مكي أحمد، كانت مدرسة في كلية العلوم ثم عميدة لكلية العلوم، وعملت في البرنامج الإحيائي العراقي بمجال اختصاصها، ولقبت بسيدة الجمرة الخبيثة لارتباطها بهذا العمل. طبعا المرأة الوحيدة في تاريخ حزب البعث كعضو قيادة قطرية، يعني لا في القيادة القطرية لحزب البعث ولا في القيادة القومية كانت هناك امرأة. الآن المرأة الوحيدة في تاريخ حزب البعث هي الدكتورة هدى صالح مهدي عماش. طبعا سلمت نفسها للقوات الأمريكية في 5/5/2003، ثم أطلق سراحها في 20/12/2005، يعني تقريبا سنتين أي أكثر من سنتين، وهي والدكتورة رحاب كانت مصابة بسرطان الثدي وكانت لوحدها في زنزانة، يعني في قاطع من القواطع لوحدها، كانت صلبة وشجاعة ومتماسكة، وكانت حتى أنها تمارس يعني الرياضة وصابرة ومحتسبة إلى أن تم نقلها قريبا من إخوانها وزملائها العراقيين مسؤولي النظام السابق. بالنسبة للدكتور رحاب، طبعا هي أيضا زوجة الدكتور عامر محمد رشيد العويدي الذي كان معتقل في كامب جروفر، لكنه كان كل في جهة، لم يكونا يلتقيان، هي في زنزانة وهو في زنزانة، هو في قاطع وهي في قاطع. مما ذكره لي شهود عيان من الأخوة الأعزاء في طبعا بصمة صوتية سأعرضها عليكم، تحدث عن مواقف الدكتورة رحاب طه وكيف كانت تنشد نشيد، هذا النشيد كان يبكيهم،
كانت تردد دائما من زنزانتها: أخي قد جاوز الظالمون المدى، وحق الجهاد وحق الفدا، طلعنا عليهم طلوع المنون فصاروا هباء وصاروا سدى. هذا صوت من داخل الزنزانة اللي كانت مطبقة ومقفلة، لكنه فتحات خفيفة يصل صوتها إلى إخوانا مسؤولي النظام الوطني. السلام عليكم أخي العزيز. يعني أنا أتذكر من الأمور اللي يعني لا تنسى بالنسبة للدكتورة رحاب، كانت أحيانا عندما تنضغط الأمور والأمريكان يضغطون علينا، تذكر لها أنها كانت تنشد: أخي جاوز الظالمون المدى، فحق الجهاد وحق الفدا. فكانت الحقيقة تبكينا في هذه القصيدة اللي هي للشاعر أحمد شوقي. بالطبع أخي أبو إيثار، هي لما كانت رحاب تنشد هذه الإنشودة، طبعا هي في قاعة مجاورة إلى القاعة اللي القاعات مالتنا رجالي، فكنا نسمع صوتها من وراء يعني الجدار، كانت فتحات يعني تمام مسدودة بس كانت تعبر الصوت العلم يعني فقط. طلبت مواجهة من يعني قدم طلب الأمريكان لغرض مواجهة زوجها الدكتور عامر محمد رشيد اللي كان وزير نفط ووزير هيئة تصنيع عسكري ورجل عالم من كبار العلماء في العراق والوطن العربي والعالم، وشخصية محترمة ورصينة ويشيد به كل من تعامل معه. فكانت الدكتورة رحاب طه عندما تلتقي بزوجها تشد من أجره، وأيضا المعتقلين كانوا يستمدون رباطة الجأش والقوة والتماسك يعني من هذه المرأة ومن الدكتورة هدى لثباتهم على الموقف. عندما يجدون يعني نساء بينهم بهذه الروحية، بهذه الشكيمة، بهذا الصمود، بهذا التصدي، بنفس الوقت كانتا يعني تصبران من بعض النساء المعتقلات. هناك نساء يعني بأمور مختلفة كانت معتقلات في معهن في كامب جروفر، فكنا يلتقينا يعني سوية ويتحدثنا عن ظروف الاعتقال وكيف يتم مواجهتها بالصبر والاحتساب. فكانت دكتورة رحاب يعني خير من يلقي النصائح والدروس والعبر لأولئك النسوة. وكانت من الأمور اللي يعني حقيقة استطاع عامر ودكتور عامر زوجها أن يستحصل موافقة على أن تقابل، خاصة من أطلق قبل أن يطلق سراح. كانت تأتي ويجلسون على جانب، بس كانت تحيي الجميع أنه إحنا في قاطع يعني قاطع رجالي وقاطع نسائي، سلم. وحقيقة يعني كانت تشجع دكتور عامر على الثبات وعلى الموقف مثل ما يقول المطلوب، كانت شجاعة بكل معنى الكلمة. في إحدى المرات حصلت لها مضايقات كثيرة في يعني عدم خروجها للتشميس للرياضة، هذا ما يعني أيضا نقله لي أحد الأخوة اللي كانوا مزونين. فأخذت تنادي وتصيح الله أكبر، فاستجاب لها إخوانها في القواطع وبصوت واحد جميعهم أخذوا يصيحون الله أكبر الله أكبر الله أكبر، مما خلق حالة من الرعب لدى الحراس السجن الأمريكان،
وأتى المسؤولين الأمريكان مسرعين وأمر المعسكر ليقوموا بحل المشكلة. أما الأخت هدى فكانت أيضا لا تقل يعني كانت ثابتة وجريئة وشجاعة في المعتقل يعني. وحققوا كثير معها ويعني آذوها نفسيا وآذوها، لكنها كانت أيضا حقيقة موقفها رائع جدا. وحتى بعض النساء اللي كانوا معها بعثوا فيهم يعني موقوفات من أعرف من جهات متعددة، كانوا يعني يستمدون منهم الشجاعة والقوة. وإحنا أيضا كلتنا إحنا كنا يعني يثير في أنفسنا هذا الموقف يعني القوة والصلابة في الموقف، لأنه يعني حقيقة موقفهم الثنتين موقفهم رائع جدا. وبارك الله بك دكتور. أيضا هدى صالح مهدي عماش الوحيدة يعني كامرأة بين قائمة المطلوبين 55 لقوات الاحتلال الأمريكية، ولعبت دور كبير يعني في قبل الاحتلال في تطوير البرنامج الإحيائي. أذكر أن الدكتور ناصر الهنداوي العالم أيضا الإحيائي الموجود الآن حاليا في بغداد طال الله عمره، هو اللي كان المشرف على الدكتورة هدى صالح مهدي عماش وعلى الدكتورة رحاب. وهذا الرجل التقيته يعني القصة تفرض نفسها، كيف تم اختطافه من قبل ميليشيات مسلحة وأخذوه إلى مكان بعيدا عن أنظار السلطة، اختطفوه بسيارته وقيدوه على يعني قضوان الشباك وساوموه طلبوا منه أن يعني يفتدي نفسه بمبلغ 5 ملايين دولار. فجاراهم بهذا الأمر قالوا له أنك مطلوب لإيران، إلى ما لم تحضر هذا المبلغ سنسلمك الإيرانيين نقبض منهم المبلغ. فقال لهم أعطوني فرصة لكي أتصل بال يعني أهلي وأقاربي لكي يهيئوا المبلغ اللي نستطيع أن نقدمه لكم. فاتصل، كان هو على علاقة مع الأمريكان في بداية الاحتلال. هذا الرجل استسلم للقوات الأمريكية وكشف لهم كل برامج ونشاطات يعني البرنامج الإحيائي الجراثيم والجراثيم وكذا، وشكل جمعية علوم يعني إحيائية لاستقطاب العلماء والمختصين بهذا الجانب. وفي وقتها عملت الميليشيات والأجندات البلدان المختلفة بلدان جوار والأجنبية إلى تصفية هؤلاء العلماء. المهم هذا الرجل اتصل بمسؤول في السفارة الأمريكية كان يشرف عليه وكان يتحدث الإنجليزية. بعد ما اتصل فهموا أنه مختطف وطلبوا منه الأمريكان أن يتحدث يطيل المكالمة معهم لكي يحددوا مكانه يحددوا مكان اعتقاله. فعلا تم تهيئة قوة وإخراجها وتطويق المكان ضمن الدائرة اللي كان يعني ثبتتها الأقمار الصناعية، ووصلوا إلى مكان اعتقاله واعتقلوا الجماعات المسلحة وتبينه أن من عناصر جيش المهدي، هذا مؤكد. وفي بعدها صارت حملة عليهم في نيدا
تم إطلاق سراح الرجل. فجيء به إلى مكان إقامتنا في المنطقة الخضراء اللي كانوا الأمريكان يشرفون عليه بعد ما انقتلوا زملائنا المحامين. قاموا بتهيئة هذا المكان لنا لتأمين حمايتنا فقط أثناء المحاكمات وداخل المنطقة الخضراء. بعد ذلك نخرج نحن نواجه مصيرنا ونتكفل بأنفسنا. فبقى معانا هذا الرجل بحدود 20 يوم، تكونت صداقات وعلاقات بيني وبينه. أنا كنت قليلا ما أعود يعني أغادر المنطقة الخضراء لأنه من محافظة بعيدة 400 كيلومتر ومحفوفة بالمخاطر، يعني الطريق صعب جدا. فكنت أبقى مع تأجيل المحاكمات إلى يوم أو يومين ثلاثة أبقى. فكونت علاقة معه فحدثني عن علاقته بالدكتورة رحاب وعلاقته بالدكتورة هدى صالح مدي عماش. يعني أردت أن أضرب مثلا هاتين المرأتين على صلابتهما وقوتهما وتماسكهما كامرأتين عراقيتين فاضلتين. أتمنى أن تكون قد راقت لكم هذه الحلقة، وأشكركم على دعمكم المتواصل ومحبتي لكم واحتجاجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.